زدني علما. والذي يقع في زماننا هذا من ما يتعلق بهذا الباب الانتقاص بالعلماء والإزراء بهم والإساءة إليهم أمر لم يقع فيما أحسب والله تعالى أعلم في أي زمان سبق، والسبب في ذلك الوسائل الحديثة. الآن عندما يجلس إنسانا في أمام هذه الأجهزة ويكتب وقيعة في عالم ثم يضغط زرا في جهازه تصل الدنيا كلها، هذا ما كان موجود في الزمان السابق. من يتكلم يعرف بتتبع منبع، أما الآن يكتب ولا يدرى منه، لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ولد جرأة عظيمة، يكتب ولا يبالي لأنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، والخلق لا أحد يعلم به منهم. هذه مصيبة عظيمة جداً.